إن فكرة ربط القارتين الأوروبيتين والإفريقية بواسطة نفق أو جسر عبر مضيق جبل طارق قائمة منذ الثمانينات من القرن الماضي. اليوم سنحاول تحليل الاقتراحات الممكنة لهذا المشروع من زاوية جيولوجية علمية بناء على الخصائص الجيوفيزيائية والأوسيانوغرافية لمنطقة مضيق جبل طارق وتقديمها لكم في تقرير مبسط ومتسلسل كما جرت العادة. لإنجاز هذا المشروع طرحت حلول تقنية عديدة للربط بين القارتين، من ضمنها أن يكون جسرا معلقا على دعامات ثابتة أو جسرا معلقا على دعامات عائمة أو نفقا مغمورا مدعوما في قاع البحر أو نفقا محفورا. قبل تحديد المشروع الأمثل لهذا الربط القاري يجب أن نتعرف أولا على الجانب الجيولوجي والجغرافي لهذه المنطقة. فمنطقة مضيق جبل طارق وبحر ألبوران منطقة تماس نشط بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، حيث تتقارب هاتين الصفيحتين بسرعة تقدر ما بين 3.2 و6.3 ملم في السنة. أما الطبيعة الجيولوجية بهوامش منطقة التماس هاته فهي متشابهة تقريبا، خصوصا أن التكوين الجيولوجي للشمال المغربي مشابه لنظيره بجنوب شبه الجزيرة الإيبيرية ويعرف جيولوجيا بالمجال البيتيكوريفي، وهي تسمية مختصرة لمجال حديث التكوين نسبة لسلم جيولوجي، ويقصد به سلسلة جبال البيتيك بالجنوب الإسباني وسلسلة جبال الريف بالشمال المغربي. كما أن الدراسات الأوسيانوغرافية والجيوفيزيائية باستخدام الانعكاس الزلزالي أظهرت أن مضيق جبل طارق يتميز بقياسات أعماق معاكسة وبيئات بحرية وجيولوجية معقدة. وفي تحليل جيوتقني لممر جبل طارق أظهرت الدراسات أن أقصر مسافة بين القارتين تبلغ حوالي 14 كيلومتر، وأن أعمق نقطة في هذا المضيق يصل عمقها في بعض الأماكن إلى 900 متر، أي أن العمق بين قعر البحر وسطحه في هذا المضيق عند أقصر مسافة بين الضفتين تفوق طول برج خليفة ب 100 متر. وبالتالي بناء على كل هذه العوامل التي ذكرناها، فاقتراح بناء جسر معلق على دعامات ثابتة غير مناسب، كما أن عامل التيارات المائية والهوائية بالمضيق يجعل من الصعب الاعتماد على بناء جسر معلق على دعامات عائمة. وبالتالي فإن بناء جسر بين الضفتين من الاقتراحات الصعبة جدا والغير المرجحة. يبقى إذن مشروع بناء نفق يربط بين الضفتين هو الاقتراح الأمثل، لكن السؤال المطروح أي نوع من الأنفاق يمكن حفرها بهذا المضيق؟ تكون الأنفاق المنشأة تحت الماء إما محفورة أو مغمورة. ينتشر استخدام طريقة حفر الأنفاق في أنفاق المياه العميقة التي يزيد طولها عن 4 أو 5 كيلومترات، بينما تنتشر طريقة الغمر بالماء في الأنفاق التي تعبر الأنهار أو الموانئ الضحلة نسبياً. وتتضمن طريقة الغمر في الماء تجريف خندق في قاع البحر ووضع أساس عبارة عن سرير من الرمال أو الحصى، ثم إنزال أجزاء النفق من الخرسانة مسبقة التصنيع في الحفرة وتغطيتها بطبقة واقية من الردم الخلفي التي يبلغ سمكها عدة أمتار. لكن المشروع المقترح هنا في مضيق جبل طارق كان هو النفق المحفور، حيث سيمتد هذا النفق تحت البحر وسيحتاج المهندسون إلى الحفر لمسافة 38 كيلومترا في المجمل، منها 28 كيلومترا تحت سطح البحر. أما العمق فسيصل لحوالي 475 مترا تحت سطح البحر، وستكون هناك سكة حديد ونفق موازي للخدمات، وسيربط رأس مالباطا في مدينة طنجة بالمغرب ببونتا بالوما في طريف الإسبانية. ويرافق إنجاز هذا المشروع طبعا عدد من العوائق، أولها تكتونية الصفائح التي ذكرناها في بداية التقرير، إذ أن منطقة جبل طارق تلتقي فيها الصفيحة التكتونية الأوروبية مع الصفيحة التكتونية الإفريقية، إضافة للطبيعة الصخرية بقاع مضيق جبل طارق، حيث تتركز التضاريس العريضة والعميقة بين بونتا بالوما على الساحل الإسباني ورأس مالباطا على الساحل المغربي. ويعتبر هذا الطريق
أطول بمسافة 28 كيلومتر بعمق يصل إلى 300 متر، وهي المنطقة المقترحة لإنشاء نفق يربط إسبانيا بالمغرب، ومنها ربط القارة الإفريقية بالأوروبية. إن مراحل إنجاز هذا المشروع الضخم تبدأ بدراسات أوسيانوغرافية وجيوفيزيائية معمقة لتحديد خصائص التكوينات الجيولوجية للأرض، إضافة إلى مسح بري واختبارات جيوتقنية في العديد من المواقع التجريبية، وهي أهم مرحلة في إنجاز هذا المشروع الذي يرتبط نجاحه بنجاح أولى مراحله. كانت هذه حلقة حاولنا فيها وضع تحليل وتفسير علمي جيولوجي للاقتراحات الممكنة لربط المغرب بإسبانيا بنفق أرضي، قصد توضيح الصعوبات والمعيقات الطبيعية التي تواجه هذا المشروع منذ بدايته. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم ومعارفكم. أما إن كنتم معنا لأول مرة فندعوكم لمشاهدة باقي الحلقات الموجودة على القناة وترك تعليقاتكم واقتراحاتكم في التعليقات.